السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في مادة Information Systems Security Practical هي خوارزمية Multiplicative Cipher. Multiplicative Cipher تستخدم عملية الضرب للتحويل من Plain Text إلى Cipher Text باستخدام Key محدد. هذا الكي المفروض يكون محقق لـ Two Conditions. أول Condition إنه الكي عند 26 واللي هم يمثلون عدد الحروف الأبجدية are relatively prime، بمعنى GCD بين الكي و26 هو 1. الهدف من هذا الكونديشن هو ضمان وجود inverse key يستخدم بعملية الديكريبشن لهذا الكي اللي مستخدم بعملية الإنكريبشن. To decrypt the modular inverse of key is the number that is multiplied. The modular inverse of key is a number x such that key في x mod 26 هو 1. The inverse key لهذا الكي المفروض يحقق لي هذه المعادلة. لو اتحقق هذه المعادلة أخذ ال x على أنه هو inverse key. ونبتدي بتطبيق قوانين الخوارزمية واللي تأخذ ال plane تضربه بالكي مود N واللي هي 26 لعملية الديكريبشن، حتاخذ السايفر تضربه بالإنفيرس كي مود N اللي هو 26 يرجع لي البلين تكست. الهدف من هذه التو كونديشنز، بما انه المالتيبليكيتيف سايفر تعتمد على عملية ضرب، النتيجة حتتولد عندي أرقام كبيرة. ممكن انه يتولد نفس السايفر كاركتر لبلين كاركتر مختلفة. يعني مثلا لو كان عندي A وكان عندي B وشفرتهم باستخدام كي محدد، ممكن يكون الاوتبوت للA هو حرف ال Z والاوتبوت للB ايضا حرف ال Z. بهالحالة حرف ال Z هل هو صورة الA او B؟ لما ننفذ عملية decryption حتكون عندي مشكلة بهذه النقطة، فعليه يجب تحديد الكي بطريقة تتجنب هذه المشكلة. فلهذا حددنا هذه التو conditions اللي تمنع تكرار صورة السايفر لكاركترز مختلفة. المفروض الكي يكون relatively prime، ومن يكون relatively prime حنضمن يكون إلى inverse يحقق لي عملية الديكريبشن بشكل صحيح. الأرقام اللي تكون relatively prime with الـ 26 هي مثل ما متوضحة أمامنا بالجدول 1 3 5 إلى 25. لكل رقم حيكون إلى inverse يتم حسابه عن طريق تطبيق الكونديشن اللي هو key في x مود 26 يساوي 1. فمثلا لو أخذنا الـ 3 في 9، الثلاثة هو الكي الجي سي دي إلى ويا 26 واحد، ماكو عامل مشترك بين الثلاثة والستة وعشرين عدل واحد. الانفيرس لهذا الثلاثة اللي هو الكي هو 9. 9 فعليا من أضربها في 3 يكون 27. 27 مود 26 واحد، إذن 9 هو الانفيرس كي للثلاثة. لكن لو أخذنا رقم 2، رقم 2 هو رقم جي سي دي بينه وبين 26 مو فقط واحد، الاثنين ايضا من العوامل المشتركة، فعليه الاثنين ما يكون كي مناسب لهذه الخوارزمية، لا حيكون الى انفيرس ولا حيكون جي سي دي الى ويا 26 واحد، ولهذا نتجنب استخدامه. A process of encryption and decryption ممكن تلخيصها بالرسم اللي امامنا. البلين تكست حيضرب في كي مود 26 حيتولد عندي سايفر تكست. السايفر تكست هذا لما أضربه بالإنفيرس كي اللي هو حالياً 9، باعتبار 9 هي الإنفيرس للثلاثة مود 26، حيرجع عندي لبلين تكست. نوت الأسكي فاليو فور ألفا بيتا الأي للزت هي 97 إلى 122. بالوقت اللي طبقنا به هذه الخوارزمية نظرياً على مجموعة الحروف، طبقنا على أنه الفاليو اللي خاصة بكل كاركتر تبتدي عندي من الصفر وتنتهي عندي بالخمسة وعشرين. لكن هذا الشيء مو مضبوط ويا الحاسبة،
بالحاسبة حتكون الألفا بيتا does not contain the value from 0 to 25، حتكون الفاليو ما يقابلها بالاسكي كود اللي هي 97 إلى 122. فحتى أطبق الخوارزمية اللي البنت الرول إلها قواعدها البنت على أساس إنه الرينج مال الكاركتر من 0 إلى 25، في حين الرينج حقيقة كحاسبة من 97 إلى 122، المفروض أحول هذا الرينج إلى الرينج اللي تتعامل به الخوارزمية واللي هو من 0 إلى 25. For correct implementation 97 is subtracted from each alpha beta character to convert alpha beta value to 0 إلى 25. السايفر algorithm راح يتم تطبيقها، بعد ذلك ال 97 راح يرجع يتم إضافتها. حتى نفهم هذه الملاحظة بشكل أكثر دقة، خلينا نأخذ مثال تطبيقي مثل ما موضح أمامنا. فعليا كنظري من طبقنا، عندي كاركتر B واللي هو متمثل بقيمته 1 والكي هو 3. لو ردت أطبق المالتيبليكيتيف سايفر، 1 في 3 مود 26 حيكون عندي 3 مود 26، يتولد عندي 3 واللي هو يقابل لي الكاركتر D. ومن أجي أنفذ عملية الديكريبتد حاخذ الانفيرس كي للثلاثة اللي هو 9، أضربه في 3 اللي هو السايفر، يرجع لي الواحد واللي هو شي مثل لي الانبوت بي. معناته تحققت عملية الانكريبشن والديكريبشن بشكل صحيح، لكن ان براكتيكال مثل ما قلت البي ما حيكون قيمتها 1، حيكون الفاليو للكاركتر من 97 إلى 122، معناته قيمة البي حتكون 98. لو طبقنا مثل ما نطبق بالنظري الكي 3، 98 في 3 حيكون عندي 294، مود 26 حيكون عندي الأوتبوت 8. 8 فعليا ككاركتر ما موجود عندي بالحاسبة، ما حيقابله كاركتر من الحروف الأبجدية. ننفذ عملية الديكريبشن لـ8، نضربها في 9 باعتبار هو الانفيرس للثلاثة، مود 26 حيكون عندي الاوتبوت 20. ايضا العشرين ما يمثل كاركتر من الحروف الابجدية، بالاضافة الى لاحظ انه هو ما رجع لي 98 مثل ما كان كانبوت. المفروض عملية الديكربشن ترجعني لنفس الانبوت، وهذا بسبب انه الرينج هنا عندي من 97 الى 122 وليس من 0 الى 25. فالمطلوب مني حاليا انه اني حتى أطبق برمجيا المفروض كل كاركتر أطرح من عنده 97. ليش نطرح؟ حتى ننقل من هذا الرينج اللي موجود بالكمبيوتر واللي هو مثل الاسكي فاليو إلى الرينج اللي دا تتعامل به هذه السايفر ألغوريثم. فمن نطرح 97 من كل كاركتر، مثلا الأي طرحت من عنده 97 حتكون قيمته 0، البي طرحت من عنده 98 حتكون قيمته 1، إلى أن نصل إلى الزت اللي هو 122، أطرح من عنده 97 حيرجع لي 25. هسه بإمكاني أطبق القواعد اللي خاصة بالخوارزمية بدون ما تصير لي أي مشكلة. أرجع مرة ثانية أضيف 97 حتى أنقل إلى الرينج اللي يمثل الكاركتر بالحاسبة، لأن إذا أبقى على هذا الرينج ما حتتمثل ككاركتر بالحاسبة. فأرجع مرة ثانية أضيف 97 تنتقل إلى هذا الرينج. لو ناخذ مثال، مثلا البي 98 والكي هسه 3، 98 من اطرح من عندها 97 ايش قد راح تبقى عندي؟ راح تبقى 1. هسه لما تكون قيمه البي 1 بسهوله اطبق راح تكون 3، والثلاثة تقابل لي الدي ك انكريبتد كاركتر. بس قبل ما اكتبها بشكلها، لان الثلاثة هي فعليا هسه مو الدي، الدي كنظري لكن كعملي المفروض أضيف لها 97 حتى تكون 100 وهي قيمة الدي بالاسكي كود، فحيتنفذ عندي الكود البرمجي بشكل صحيح. بعد أنه افتهمنا هذه الملاحظة واللي تتطلب من عندي نقل الرينج مال الكاركتر من صيغتها بالاسكي كود إلى صيغتها 0-25 حتى أطبق قواعد الخوارزمية بدون أي إشكال، بعدها أضيف 97 حتى أرجع أمثلها بصيغتها ASCII كود، لأن أنا حتعامل ويا لغة برمجية. فلو أخذنا المثال أمامنا الكي 3 والبلين تكست كان عندي عبارة This is a secret message،
الانفيرس كي للثلاثة هو 9، حيرجع لي بعد انه اشفر السايفر تكست يرجع لي البلين this is a secret message. ننتقل للغة البرمجية حتى نطبق خطوات هذه الخوارزمية. أكيد هنحتاج نستخدم مجموعة من الميثودز ونعرف مجموعة من المتغيرات. المتغير الأول اللي هو الكي عرفته كجلوبال فاريبل، لأن مثل ما قلت حيتم استخدامه بعملية الانكريبشن، ويتم استخدامه بعملية الديكريبشن من خلال حساب الانفيرس لهذا الكي، فيحتاج أن يكون visible بالنسبة للتو بوتن، البوتن اللي خاص بعملية الانكريبشن والبوتن اللي خاص بعملية الديكريبشن. الميثود الأولى هي GCD. GCD ميثود يكون الاوتبوت إلها انتجر ويتمرر إلها تو انتجر فاليو اللي هم الأي والبي، أشيك هل GCD إلهم واحد أو أرقام مختلفة. إحنا سبق وإن ناقشنا هذه الميثود في المحاضرة الأولى من المادة العملية. الميثود الثانية هي المالتيبليكيتيف انفيرس، واللي حتحسب لي الانفيرس للكي، حيتم تمرير الكي إلها، حيكون الاوتبوت إلها انتجر. ابتدي بقيمة لمتغير اللي هو x واحد، ابدي اجرب اني كل مرة واحد واثنين وثلاثة الى ان يتحقق الشرط اللي هو كي في x مود 26 يساوي واحد. لو تحقق الشرط معناته حيتوقف اللوب، أرجع قيمة X. لو ما بتحقق هذا الكونديشن راح أرجع مرة ثانية أضيف للX واحد وأستمر أشيك لقيمة الاثنين والثلاثة والأربعة إلى أن نتوقف بوجود X يحقق هذه المعادلة، واللي هو حيكون الأوتبوت لهذا الميثود. ما استخدمنا for، لأن for عادة تتطلب من عندي تكون قيمة ابتداء وقيمة انتهاء للعداد، لكن أنا حالياً عندي قيمة ابتداء اللي هو الاكس واحد، بس أنا ما أعرف قيمة الانتهاء لحد وين حنتوقف. المفروض نتوقف لما يتحقق condition، بما أنه condition وليس قيمة انتهاء محددة، المفروض أستخدم الوايل كلوب وليس الفور. بالنسبة للميثود اللي خاصة بعملية الانكريبشن والديكريبشن، استخدمنا ميثود واحدة اللي هي كريبتوغرافي، ممكن نسميها غير اسم. هذا الميثود الاوتبوت إلها سترينج، الانبوت إلها سترينج اللي هو مثل البلين أو السايفر والكي أو الانفيرس كي. إحنا هنستخدم ميثود وحدة للإنكريبشن أو الديكريبشن، ليش؟ لأنه المالتيبليكيتيف هي تعتمد على عملية ضرب، مرة تضرب البلين في الكي ومرة تضرب السايفر في الانفيرس كي، فالاختلاف فقط في الباراميترز اللي حيتم تمريرها. بالوقت اللي أريد أنفذ عملية إنكريبشن حمرر بلين وأمرر كي، بالوقت اللي أريد أنفذ عملية ديكريبشن حمرر سايفر تكست ويا انفيرس كي، مثل ما حنلاحظ لما ننفذ البوتن. الكريبتوغرافيك تبتدي ب temporary array اللي هي مجموعة من الكاركترز اللي حتجزئ لي بيها البلين كسترينج. في كل مرة هستخدم for تنتقل إلي من الكاركترز اللي موجودة عندي بالبلين. في كل مرة أخذ كاركتر واحد، مثل ما قلت نطرح من عنده 97 حتى ننقل من صيغته وقيمته بالاسكي كود إلى الرينج اللي نتعامل وياه اللي هو 0 إلى 25. بعدها نضرب بالكي مود 26، وهذا هو تطبيق للخوارزمية. أجمع مرة ثانية 97 حتى أنقل للمرة الثانية لقيمة الاسكي كود. ومثل ما قلنا بإمكاننا أن نجزئ هذه اللاين إلى 3 خطوات، يعني أطرح بالبداية، بعدين أضرب بالكي وأخذ المود، بعدها أضيف 97، وبإمكانك تختصرها بالشكل اللي أمامك. بعد أنه ننتهي من كل الكاركترز نحول هذه الأري إلى سترينج وتكون هي الأوتبوت لهذه الميثود. البوتن الأول هو خاص بعملية الإنكريبشن. أول خطوة المفروض نشيك هل الكي relatively prime with 26، فحنقرأ الكي integer dot parse من التكست بوكس رقم 1. بعد أنه قرينا الكي أشيك GCD لهذا الكي ويا 26، إذا كان 1 حنكمل الخطوات، إذا كان لا يساوي 1 المفروض نمرر مسج لليوزر أنه هذا الكي غير صحيح لهذا الخوارزمية. مررنا المسج أو طبعناها اللي هي invalid cipher key please try again. لاحظ استخدمنا عبارة اللي هي through new exception،
through new exception عبارة تستخدم لعملية interrupt أي لعملية قطع تنفيذ البرنامج. المفروض أني الكي مثل ما لاحظت لو صار بي مشكلة بالكونديشن الأول معناته أني ما أقدر أحسب inverse key إله، وهذا حيسبب لي مشكلة بعملية الانكربشن وعملية الديكربشن. فالمفروض الخطوات التنفيذية للبرنامج كلها تتوقف، مو مجرد مسج أطبعها. إحنا لو استخدمنا مسج شو حتكون مجرد عبارة عن مسج يتم طباعتها، وفعليا باقي الخطوات حتستمر بالتنفيذ. هذا الشيء مو صحيح، المفروض نقطع خطوات تنفيذ البرنامج، ولهذا استخدمنا through a new exception، وحنطبق التنفيذ ونشوف الفرق ما بين الاثنين. بعد انه تشيكنا الكونديشن انه الكي مضبوط اقدر استخدمه، حي يتم قراءة البلين تكست من التكست بوكس 2 احوله الى اللور كيس باستخدام to lower حتى يبقى كل الكاركترز اللي موجودة عندي small letter. حيتم تمرير هذا الانبوت اللي هو بلين مع الكي الى الكريبتوغرافي ميثود، حتنفذ عملية الانكريبشن ترجع لي اوتبوت اطبعه على التكست بوكس الثالث. بالنسبة لعملية الديكريبشن واللي حتكون بالبوتن الثاني، اول خطوة يحتاج احسب الانفيرس كي باستخدام المالتيبليكيتيف انفيرس ميثود. امرر الكي ينحسب الانفيرس كي، هذا الانفيرس كي حيتم تمريره للكريبتوغرافي ميثود. والتكست بوكس الثالث ليش ثلاثة؟ لأنه هو حاليا اللي متسيب عليه السايفر تكست، مع الانفيرس كي حيرجع لي الاوتبوت واللي هو الاوريجينال تكست. لاحظ انه هي نفس الميثود، لكن الفرق بعملية الانكربشن مررنا الانبوت مع الكي، بعملية الديكربشن مررنا الانبوت كسايفر تكست مع الانفيرس كي. حننفذ هذا البرنامج باستخدام كي، مثلا الكي يكون عندي 7، استخدم كلمة مسج انكربشن تشفر، هذا البلين تكست ديكربشن رجعت لي نفس العبارة. لو فرضا استخدمنا كي والمفروض يكون الكي مو مقبول لهذا الخوارزمية واللي هو مثلا 6، الستة الجي سي دي إلى ويا 26 2 و1، هو مو بس الواحد كعامل مشترك أكبر، فعليه راح يكون عندي كي غير مناسب لهذا الخوارزمية. المفروض من أنفذ عملية انكربشن لاحظ قطع البرنامج، هذا احنا ملاحظين لما يصير اكو عندي ايرور اثناء التنفيذ، لكن هذا الايرور انت صنعته لانه ردت توقف سير العمليات، وهو مأشر لك على المسج اللي انت طابعها، كاتب لك exception was in handled، معناته صار عندي خطأ اثناء عمليات التنفيذ لانه الكي حاليا غير مقبول، فهذا يجبر اليوزر على انه يغير لانه حاليا التنفيذ وقف عنده. فبهالحالة اجي المفروض أوقف التنفيذ وأرجع مرة ثانية أعيد التنفيذ باستخدام كي صحيح. المفروض نشوف الفرق ما بين استخدام عبارة through new exception في حالة استخدامها أو حالة استخدام المسج بوكس. المسج بوكس لو استخدمناها هتكون عندي العبارة مطبوعة صحيح وظاهرة للشاشة، لكن التنفيذ مستمر. حننفذ باستخدام المسج بوكس، حنطيكي مو صحيح واللي هو 6، واكتب مسج كبلين تكست انكربشن. لاحظ رجع لي invalid cipher key please try again واللي هي المسج بوكس اللي طبعت لي. من اقول له اوكي كمل لي التنفيذ بعملية الانكربشن، وهذا التنفيذ مو صحيح لان هو استخدم كي مو صحيح، يعني ما توقف خطوات التنفيذ. وهسه أنا كأند يوزر لو أكمل عملية الديكربشن إيش راح يصير؟ ننتبه لهذا الجزء، إنه البرنامج راح يستمر بالتنفيذ، راح يدخل infinite loop وين؟ بالmultiplicative inverse method، حيظل يحاول إنه يلقي inverse key واللي هو أساساً ما موجود لأنه هذا الرقم مو صحيح وما إلى inverse key، فيبقى البرنامج مستمر بالتنفيذ إلى ما لا نهاية. إلا في حالة أنه أنا أوقفه، لو وقفت البرنامج
بشكل مؤقت. البريك حاليا أنا ما قطعت تماما التنفيذ، بس وقفته بشكل مؤقت. لاحظ هو من توقف على يا لاين while key في اكس، مواد 26 لا تساوي 1. الاكس هسه لو نقرا وين وصل عندي؟ عبر المليون دي يجرب، وما زال ما دا يلقى قيمة الانفيرس لان الكي مو صحيح اللي مررناه. وهذا فرق لو استخدمنا، راح نرجع للكود البرمجي، لو استخدمنا الثرو اكسبشن او استخدمنا مسج بوكس اعتيادية. مسج بوكس مجرد عبارة تنطبع، لكن خطوات البرنامج تستمر. فاذا اليوزر ما غير الكي واستمر بالتنفيذ حصل عندي مشكلة. فلهذا افضل انه نستخدم الثرو اكسبشن حتى تماما يقطع التنفيذ ويرجع للخطوات اللي المفروض تتم بشكلها الصحيح عبر تمرير كي مناسب لهذه الخوارزمية. إن شاء الله يكون التطبيق واضح ومفهوم ككود برمجي لخوارزمية المالتيبليكيتيف انفيرس لجميع طلابنا الأعزاء.